مرحبا بكم من جديد في حلقة من كواليس النجوم. يبتعد مسلسل بنت الشهبندر عن صيغة البيئة والحالة التوثيقية للمجتمع البيروتي، لكنه يقترب أكثر من التفاصيل الإنسانية لمرحلة تاريخية ما. راغب أخوك ما شلح توبه، بس تكبر، اللي بيتكبر بتروح عنه الوجاهة. توليفة جديدة لدراما البيئة التاريخية في مسلسل بنت الشهبندر. شهدي علي، منطلقين نحن من الحكاية، وهي الحكاية ممكن تنفذ بأي مدينة من مدن الشام. بعدين بالمرحلة الثانية هي كيف مراعاة الشروط الاجتماعية الخاصة بكل مدينة ضمن هاي الحقبة التاريخية اللي ما كانت تعرف بالضرورة هي التمايزات الكبيرة ما بين المدن. وبالتالي نحن ما عم نحكي عن المدن، عم نحكي حكاية حدثت بإحدى المدن وسائبت المنطقة فيها هاي الأشخاص. في مرجعيات تاريخية أكيد، في استنادات تاريخية أكيد بتخدم هاي الحكاية اللي عم تصير. هذا أبوك أبو راغب، ما حدا بيقول له لا. اللي هو عمليا الشاب اللي هو مرضي لأهله، اللي هو أبوه بيكون زعيم الحارة، علاقاته الاجتماعية مع المجتمع اللبناني مرسومة بطريقة كثير واضحة. بصير في خلاف بين الأب والابن الكبير اللي هو راغب، اللي عم يلعب دوره طبعا قصي خولي. وعلى أثر هذا الخلاف الأب بيقرر أنه زيد يحمل الكفاءة والحكمة والرجولة بأنه هو يكون الزعيم. يا ناريمان يا ما بتجوز طول عمري أنا، خلاص الكلام. أبي خطب لي بنت الشهبندر ناريمان وقالوا الفاتحة. في هيك حالة من الحب المستحيل، يعني حالة مؤلمة كتير من الحب بعد غياب الزوج والصراع اللي بتعيش فيه ناريمان. مجموعة من أبطال الدراما العربية التقوا في مسلسل واحد ليروا حكاية الوحدة الإنسانية قبل العربية. هو ما له مسلسل البطل الواحد، هو مسلسل مجموعة أبطال، والمسلسل يكون هو البطل وليس الممثل. بعتقد ببنت الشهبندر محققة هي المعادلة، وقدرانين نجمع هيك مجموعة أدوار حلوة وظريفة مع ممثلين كتير مناح. أنا ما رح أحكي شيء، أنت أبضاي وبتعمل بمرشلتك. هذا المسلسل منا عم نروح على الشيء اللبناني، ما إذا بالكلام عم يكون شامل أكثر ما هو لبناني، أكثر ما هو بيروتي. وإذا ما رجع راغب أنا متأكدة إنه عمك ما رح يسكت. شلبية فينا نسميها مفتاح الحارة، لأنه هي حاملة أسرار الحارة، وهي حاملة مفاتيح الأشخاص، وهي اللي بتربط الأشخاص ببعض. لا مو زيد، مو زيد. الحضور كان واضح، يعني هذا الشيء منشوفه من شخصية أمينة، منشوف من شخصية اللي عم تلعبها، يعني عملاقة الأداء. أنا بقول عنس أنا واصف مراغب أم قصي وقيس الشيخ نجيب، بتلاقي انه المره كان عندها حضور يعني مميز ومهم، حتى يعني البنات عنده شخصيتهم وبيناقشوا ابوهم. ما كانت الحاله تعيسه يعني ما نحن بنفكر ابدا. قولي لبنتك تهدى وتروق، الغايب عذره معه، زيد مو ولد صغير لتخاف عليه. نحن لما بيجينا مسلسل من هالنوع اللي أنا هلأ عم بأديه كتير بكون سعيد على أني صححت أخطاء، حاولت شارك بتصحيح أخطاء أقدم عليها الآخرين. عدوي عرفته، بدي خليه يشتي الموت. أنا اللي قتلت زيد وما حدا غيري. العمل اللي بيحكي عن هاي العيلة اللي كانت موجودة ببلاد الشام المجدد بلبنان، نتيجة أنه انتقلت من سوريا لهلأ صار لهم تسميات، قبل ما كان لهم تسميات، وعاشت بهي المنطقة، عندها علاقاتها وعندها أصدقائها وعندها حياتها وعندها طموحاتها ومشاريعها وعندها الفكر اللي بدها تتحرر منه، اللي هو قد يكون سيء أو غلط له علاقة بالاستعمار. وفي الحلقات الاجتماعية اليومية اللي هي من سرقة، من مشكلة، من حب، من عشق. بعتقد القصة والحطوت الأساسية بالمسلسل اللي أنا كتير حبيتها هي قضية حالة الرومانس الموجودة بالعمل، اللي هي علاقة الحب مع فتاة بحبها واحد بيتزوجها أخوه.
استطاع فريق عمل مسلسل حارة اليهود أن يوظف كافة الأدوات والعناصر لتقديم عمل يرصد واحدة من أهم الحقبات التاريخية في مصر قبل هجرة اليهود. الحارة دي اسمها حارة اليهود، كلنا كبرنا وتربينا هنا. الحارة دي جزء مني، حتة مني، طاولة مع الحسيني، ندى الواد سردين الممطوط على الشاي اللي مطلوب، وعندك حجر تاني للمعلم بينه وصلاحه. يتناول مسلسل حارة اليهود هجرة اليهود المصريين من مصر في مرحلة الأربعينيات. مسلسل من كتابة وتأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل ومن بطولة كوكبة كبيرة من أهم نجوم الدراما المصرية. علي حبيبي راجع وهيجي يطلبني من بابا. وأنا من بين بنات العالم كله اخترتها. الفنانة منى شلبي تعود للدراما التلفزيونية بعد غيابها العام الماضي عبر دور فتاة يهودية تقع في غرام مسلم. رب إسرائيل كل الأرض التي حلف أنه يعطيها لآبائه. أنا ضابط جيش مصري بيحب بنت يهودية في فترة كانت الطائفة اليهودية اللي هي من تاني أكبر طوائف موجودة كانت في مصر. بيحب بنت يهودية في المنطقة بتاعته، بس هو مش شايفها يهودية، يعني الموضوع كان في حالة تعايش كاملة، وبيبتدي الصراع السياسي يأثر على العلاقة دي. حدود أرض الميعاد من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات يا أمي. في النص المؤلف أراد الكاتب أن يروي الحياة المعاشة، التفاصيل الحياتية للمصريين بعيداً عن مسألة الانتماءات الدينية والمذهبية التي تحولت إلى عدو رسمي خطورته فاقت خطورة إسرائيل. تبقى القيامة قامت لما قرأ يتجاوز ربانية. يعني أنت موافق على اللي بيحصل في فلسطين؟ هو الدكتور مدحت العدل طبعاً انتصر لهم. يورى ازاي المجتمع في حارة اليهود كانوا متغلغلين جوا بعض، يهود ومسلمين ومسيحيين، وحتى انه يهودي او مسلم ما كانش بتفرق بينهم وبين بعض. الحقيقه ان انت مش عايزه تسمعيها. تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. رغم انه يعتبر من الاعمال التاريخيه، الا انك خلال مشاهدتك للعمل تلمس أن هناك فارقاً كبيراً بين اليهود كأصحاب ديانة سماوية وبين تجسيدها سياسياً على شكل دولة إسرائيلية. مسلسل بيتكلم من سنة بتدور أحداثه من سنة 48 لغاية سنة 54، 6 سنين دول، ومفروض أن في فوكس على شكل المجتمع المصري في الوقت ده، إزاي كان كوزموبوليتن وكان فيه كل الأديان وكان فيه كل الأطياف، وفي نفس الوقت بشكل سبيسيفيك أكتر بيتكلم عن اليهود، مين يهود مصر اللي في ناس كتير جدا في مصر وفي الوطن العربي ما تعرفهمش او تسمع عنهم بس او تسمع حاجات معينه بعينها وخلاص. هذا انسى اذهب بلدك. عايزوا ملح ايه بس اللي انتم محترمين وانتم خنتوا. المسلسل يعكس روح المناخ السائد المناهض للاخوان بين حدثين هامين في تاريخ مصر في القرن العشرين، لكنه في الوقت ذاته يظهر الحنين لايام تناغمت فيها الطوائف الدينيه في مصر. فهل يفتح العمل الباب لاعمال اخرى تذكر الناس بزمن الوحدة الإنسانية؟ أهي البلد دي بقى شقتنا. تدور فكرة المسلسل الخليجي حال مناير حول العلاقات الإنسانية ونسبة الخير والشر في داخل كل إنسان، لكنه في العمق يعري السلوكيات السلبية في المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام. مناير وصلت، مناير وفالقة. أكيد بسوي تسريحة وبلباس وبكشخ، بحجز لك غرفتك وغرفة لبناتك، خلي سويت المساج وطلبات الأكل في الغرفة ما ننزل تحت. دور مغاير لمعظم أدوارها التي سبق وقدمتها على مدار سنوات في الدراما الخليجية، تجسده الممثلة الكويتية حياة الفهد. إذا تكلم بالسياسة فحسسي انه هو اكبر سياسي بالعالم. من صدقك موافق تاخذ وحده لا شفتها ولا تعرف شكلها؟ ما راح يغنيك الا كلام امك. انت عبد اللطيف هذا ماكل عقلك، ما تصبرين عنه ولا دقيقه واحده. ما بكم باس اي بطوله سوت خشمها، شن حياه الفهد احسن مني؟ رفعت حواجبها، قص ولزق ونحت وزراعه،
مناير شخصية وصولية تسعى إلى تحقيق مصالحها بغض النظر عن النتائج والعلاقات التي تحيط بها، فتهدم بيوتاً وتسيطر على بيوت أخرى عن طريق نفوذها المبني على سلطة المال. خلي ياخذ شهر شهرين بيطلقها بمنه. انا شاكر انت سحرتني، قولي صدق انت سحرتني، قولي خليني اروح افتش السحر. احكي مثل ما اقول لك شلون. حال مناير قصه تسلط الضوء على المراه اذا ظلمت، ولكن بحس كوميدي ممزوج بالتراجيديا، وهو من المسلسلات التي تعتبر خطوه جديده في الاعمال الكوميديه الخليجيه. انت مو بشر، انت ملاك يمشي على القاع. ترى الرجال يحبون المقصر، كل واحد منهم يعتقد نفسه انه ملك الكوميديا وانه هو الصح وانه ما يغلط. انا مناير خزنه التاير، اي شيء مفروض بالدنيا تقعد عندي. امضت الممثله المصريه أروى جودة زمنا طويلا وهي تتعلم فنون قتال الشوارع، ولكن ليس لحمايه نفسها وانما لتتقن دورها في مسلسل العهد. المسلسل ده من اكتر المسلسلات تعبتني علشان احتاجت اتمرن له كتير، يعني عندي تجهيزات كتيره جدا 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 behind the scenes من قبل ما ابتدي اصور. قعدت شهرين او ثلاثه بتمرن على رقص وغنى ومارشال ارتس كل تتخيلي. ما تخافوش اكسر لهم رجليهم. ايدي. انا بالنسبه لي المسلسل ده يمكن يكاد يكون اصعب مسلسل انا اشتغلت فيه، مش يعني مش كظروف، بس هي قصة معقدة جدا وفيها 18 شخصية او اكتر من 18 شخصية، فكل القصص المترابطة دي بتبقى صعبة جدا انك انت تتابعيها، يعني لازم تفضلي دايما مركزة مع الحلقة لحسن هيفوتك حاجة مهمة، معلومة مهمة. ومش حاجة ما حدش يتحرك من مكان. هغني غصب عنك، هغني وهرب. سندس هي بنت، يعني لما في أول المسلسل هي أخت سحر، في أول المسلسل لما الأب بيختال من مرات العم وبتشهد هي الحدث ده بطريقة ما بتهرب من الكفر اللي هم فيه، واللي بتتبناها مطربة ومغنية صاحبة كباريه اللي هي سكينة، اللي أنا بقولها طول الوقت يا خالتي أو يا أمي، وبتتبناها وبيروحوا يعيشوا في كفر تاني اللي هو كفر النسوان. كفر النسوان ده ممنوع يبقى فيه أي رجالة، هم بس ستات، كلهم ستات. شخصيتان مثيرتان للاهتمام تقدمهما الممثلة الإماراتية أمل محمد في مسلسل عام الجمر. ما هو الفرق بين هاتان الشخصيتان؟ شيماء وليلى توأم. فشيماء وليلى يمكن يكونوا نفس الشبه نفس الشكل بالضبط، بس كسلوك وأطباعهم تختلف توتالي عن بعض 180 درجة غير، بس كالوجه يعني والشكل نفس الشيء بالضبط. كل شيء مكرر، حتى البنت الصغيرة اللي دايماً عالقة داخل المنظرة، بس اليوم عيونها كأنها كانت تصيح طول الليل. يمكن كانت تبغي تقول إن ليلة عرس آمنة ليلة غير. بين شيماء وليلى تقريباً عندي ما يقارب 14 و15 تغيير ميكب وحالة عندهم. فشيماء وليلى ما بقولكم شخصية كل واحدة، بقولكم بشكل عام عشان أنتوا تكتشفون منو شيماء ومنو ليلى. واحدة من التوأم شخصيتها وايد فرفوشة وتسولف وتضحك، لسانها طويل، فكل حد يشوفها سبحان الله احنا متعودين اللي لسانها طويل هاي الشريرة. البنت المسكينة اللي وايد كيوت وبريئة وتتكلم شوي شوي هذه حرام مسكينة، فهذه المسكينة تطلع هي الشريرة في النهاية. هاي المرة الأخيرة اللي شفتها، بعدها افترضنا للأبد أنا وأمي وأختي.
السنة إن شاء الله راح يكون في الجزء الثاني من مسلسل القياضة، فأعتقد أنهم يعرفون شخصية واضحة وكيف كانت معاناتها مع زوجها في الجزء الأول. بس اللي راح يختلف أن هالمرة بتشوفون معاناتها مع الحمل وفي غياب زوجها ومشاكل أخوها اللي هو يمثل الفنان جمعة بن علي. طبعا أنا مسلسل القياضة بالنسبة لي كان كمدرسة أتعلم منها. طبعا أستاذ سلوم حدد خلينا شوي نبتعد عن اخراجك يا ممثل، منو ما كان يتمنى يمثل معاه يوقف معاه؟ فتخيلي هو في وضع الحين انه هو اللي وجهك. بيني وبينك عهد الله، واللي يخلف العهد يزاته عند الله. مسلسل لو اني اعرف خاتمتي مع الاستاذ احمد المقلا، طبعا ايضا هذه مدرسه ثانيه توتالي، بعد شخصيه جديده واول مره امثلها، والناس فعلا راح يتفاجئون فيها لانه هي انا دائما تعودت اخذ البنت البريئه المسكينه الدلوعه الكيوت، وكل حد يقول لي ترى امل انت ابدا مو بريئه. عفره شخصيتها كانت ابوها بعثها لامريكا تدرس، هي بنت ناس وعز وشايفين خير، وابوها من النوع اللي كلمته مثل حد السيف، يمين يمين يسار يسار. هي راحت وشافت واحد ساعدها في الغربه، حبته وتزوجته من غير موافقه ابوها، فطردها من رحمته وتقعد على تبدأ معاناتها ومعاناة عفرة مع أبوها، ما تقدر تشوف أمها وخواتها وأخوها، إن الأب يبعدها عن عائلتها كلها، فالعز اللي كانت فيه هذا كله يروح. تلعب الممثلة اللبنانية تألا شمعون دور طبيبة نفسية في المسلسل العربي 24 قيراط. كيف استطاعت تألا أن تقرب هذه الشخصية من الناس إلى هذا الحوار؟ اللي حمسني هو إنه الكاتبة ما حبت أبداً تتناوله بطريقة تقليدية، وحبيت انه هي شخصيه يعني تمارس هذه يعني الطب او المعالجه النفسيه بطريقه شوي في يقول خاصه. جيهان كيفك؟ شو اخبارك؟ والله زمان زمان. اخبارك؟ انا كثير منيح، وانت؟ والله احسن من هيك بنت. جيهان بدي اعرفك على ادم. اها سميتي ادم؟ هيدا اول اسم خطر على بالي. اها حلو. هيدا الشيء كان محفز لإلي، والمحفز الثاني انه جيهان في لها حكايتها، يعني في لها قصتها خارج الخط الاساسي للعمل. نعم، يعني هي مش بس انه يابا بالخط الاساسي موجوده، ولكن هي موجوده في عندها حكايتها وقصتها. كيف لك؟ اكيد رجال. مش شايفتيك عم تتصرف مثل الاولاد؟ ما تنسي انه هو هلا منه بحالته الطبيعيه، بدك تشوفي شو كان قبل الحادث. يمكن الطفوله، التربيه، البيئه اللي عشت فيها اعطتني كثير من الفرح وعلمتني كون صلبه واعرف اتخطى كثير المصاعب. صحيح مثل ما قلتي انه هالمهنه فيها كثير مصاعب، ويمكن من عمل لعمل بتصير الممثله تكتشف اكثر واكثر قد ايه في تحديات، والتحديات بتكبر كل ما علي شأنا، كل ما صارت أكثر محط أضواء وأنظار، فبتصير بتخاف وبتصير تحس إنه هالمرة رح تواجه صعوبات أكبر. يمكن الإيمان، يمكن القدرة على التحمل خليتني إني أتحمل. وفي فقرة خلف الكواليس نلتقي بأحد صناع الدراما لنتعرف عليه أكثر عن قرب. المرة دي هتحط في كتاب الشريعة بتاع الدكتور يونس. يا واد بكرة نشتري مكتبة كده نبيع فيها ملازم وورق. أنا اسمي إسلام يوسف، بشتغل أرت دايركتور وستايلست، وبعمل دلوقتي مسلسل بين السرايات. ما كنتش شغوف قوي بعالم المسلسلات يعني لغاية كام سنة فاتوا يعني، بس عامل حوالي 6 مثلا. بس الرصيد السينمائي هو اللي اكتر، يعني حوالي 31 فيلم تقريبا. احداث المسلسل كلها بتدور عن قضايا التعليم وفي حي بين السرايات وعلاقته بالجامعه، وازاي ان حي بين السرايات اثر تاثير يعني بعض التاثيرات السلبيه او الايجابيه على الدراسه في مصر والتعليم في مصر. ففكرنا انه هل نصور في منطقه بين السرايات فعليا؟ لقينا ده فيه صعوبه كبيره، فكان لازم ابني منطقه بين السرايات كلها او حي بين السرايات كله. ابتديت انزل اعمل معاينات للمنطقه علشان الروح المعماريه بتاعتها، يعني طبعا اكيد مش ناقلها يعني، بس واخد الـ 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 الخطوط العريضه ليها او الالوان بتاعتها او
يعني الروح العامة للمنطقة. عارف ليه سموها بين السرايات؟ علشان كان فيها لمؤاخذة استاب للملك وكتابه لازم قصر الملك. هي فيها صعوبة بس هي فيها متعة إنه إنك تكوني مسؤولة عن الصورة بشكل عام. فيعني مثلا ممكن أعمل ديكور بيت شخصية من الشخصيات، ممكن يكون اثنين بيشتغلوا المهنتين، يعني الستايلست لوحده والارت دايركتور لوحده. فساعات بتلاقي فروق ان ممكن شخص يكون عايش في بيت وما يكونش لاقي عليه البيت اللي عايش فيه، لان الذوق ما بيتجزقش. يعني اكيد الالوان والتركيبات وطريقه الذوق اللي بتستعمليها في لبسك اكيد يبقى بيتك هيبقى ليه شكل معين، المكان اللي بتعيشي فيه ليه شكل معين. فهي هنا هي حاجه صعبه كمجهود، بس من كم الممثلين وكم ديكور ضخم يمكن زي ما انتم شايفين، بس فيها متعه انه الماتشنج اللي بيحصل ما بين القسمين. يعني ده الباب شقه بيخبط على باب وانتوا داخلين بين السرايات ليها بوابه ومفتاح. ده الحاله اتغير واتزحمت وبقت مليانه شغل من يوم ما انت مسكتها. دي غرفه الملابس اللي فيها تقريبا كل لبس الشخصيات، و يعني بيحصل هنا تجهيز اللبس، كاويو، تضييق حاجة، توسيح حاجة. بيكون يعني مثلا زي هنا مسلسل شعبي، فأغلب الناس لابسة مود ما، بس بيبقى فيه فروق معينة ما بينهم لأنه الشعبي مش نموذج أو اتنين، بيبقى نماذج كتيرة. فدايما بتكون عندك لكل شخصية التيب بتاعها حسب التحضير اللي انت عاملاه. احنا هنا عشان الموضوع شعبي بنعتمد على الالوان شويه الترابيه، يعني مفيش الوان صريحه 100% اللي هي الوان الحياه، لانه اي حد عايش في فئه شعبيه بيغسل اللبس مرات كتيره، ما بيكونش عنده عدد قطع كبير. دايما درجات الترابيه، الرماديات، البيجات، الا في حالات نادره اللون لازم يكون في سبب لاستخدامه. علشان الموضوع كله، عشان كده انك تعملي مهنه الارت دايركشن مع الستايلنج او تصميم الازياء بتبقى عاملة قدرة على الكنترول أو التحكم أكتر في كل عناصر الصورة، واللونيات بتاعتها تبقى ماتشنج مع بعضها إذا كان ده مطلوب، لأنه أحيانا بيبقى مطلوب العكس. هذا كل ما في جعبتي لهذه الليلة، ألقاكم غدا مع نجوم جدد ومسلسلات جديدة.